دلتا الليبيا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بوعجيلة حفظه الله تعالى في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة. وننتظر إن شاء الله تعالى أسئلتكم واستفساراتكم بعد مضي 25 دقيقة من بداية البرنامج، بعد ذكر الأرقام الهواتف والتي ترونها على الشاشة تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. حياكم الله الأخوة والأخوات، ونرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة حفظه الله تعالى. شيخنا حياكم الله، يا مرحبا أهلا وسهلا بكم. لك والمشاهدين والمستمعين والقناة وأهلها، نسأل الله يحفظكم شيخنا ومتعكم الله بالصحة والعافية. شيخنا بارك الله فيكم، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونحن نتمنى دائما نستفتح هذه الحلقات في شهر رمضان المبارك، أفضل الذكر وخير الكلام كلام الله عز وجل، فمع آية من كتاب الله عز وجل نريد إضاءة حولها. شيخ يقول الله تعالى قل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شيخنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما السبب وراء ذلك؟ أن الإنسان يعتقد أنه يحسن صنعا وهو على الباطل، ما الذي أوصله إلى هذا الحال؟ كيف غفل عن نفسه؟ ما الأسباب التي أدت به إلى أن يصل إلى هذا الدرك والعياذ بالله؟ تفضل شيخنا. أحسنت وبارك الله فيك. أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى، وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقالة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نحن في شهر رمضان، في شهر القرآن، نتدارس القرآن ونستخرج منه العبر والعظات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يجمع كلمة المسلمين قبل الفوت، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يحقن دماءنا، وأن يحفظ حرماتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نتابع الكلام أقول، الآن هناك بعض الفتاوى حتى من خارج بتات الليبيين، اللي يمشي المسجد عاصي واللي كذا وإلى آخره، أنا سأجيب بكلمتين، لأن الآن هم وقعوا في ورطة، المداخل في ورطة، تركوا المساجد ورأوا الناس يأتون إلى المساجد فتأخروا حيث تقدم الناس، فأصبحت لهم فتاوى ولهم أشياء نعبر عنها بالفلاقي بالليبي، نقول لهم ازووا وخلص، ما لن أزيد. وإذا كان واحد قال لك أنت عاصي، قل لأني عاصي لغير بلدي. نعم، الله تعالى يقول في سورة الكهف
وأقول للمسلم حفظك الله أسمع صوتي. نعم. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أكبر مصيبة هذه يتعرض لها الإنسان، أكبر مصيبة يتعرض لها الإنسان وينكر بالإنسان فيها في الحياة الدنيا، لأن صاحبها لا يتوب. قال العلماء من قديم: البدعة أحب إلى إبليس من الذنب. قالوا لأن صاحب البدعة لا يتوب، هو يظن أنه على الخير وعلى الحق فيستمر عليها فلا يتوب، أما صاحب الذنب فهو يستغفر، يشعر بحرج أمام الله سبحانه وتعالى فيتوب. ولذلك جاء في الأثر أن الشيطان قال: أحرقت بني آدم بالذنوب فأحرقوني بالاستغفار، أحرقتهم بالذنوب فأحرقوني بالاستغفار. فماذا أحدث لهم الشيطان؟ أحدث لهم ذنوبا لا يستغفرون الله منها، أحدث لهم ذنوبا لا يستغفرون الله منها، وهي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. على سرعة نقول كما يذكر ابن العربي وغيره أنها تتناول الكافرين آية، وتتناول أهل التأويلات الفاسدة والبدع، وتتناول أهل الرياء والعجب، أهل الرياء وأهل العجب. أكبر مصيبة بعد الشرك يتعرض لها الإنسان هي الرياء، أن يرائي بأعماله أو أن يصيبه العجب يزهو بنفسه. وكما تحدثنا في اللقاءات السابقة بتزكية النفس، وأنه هو الأعلى وأنه على الصراط المستقيم وأن غيره على ضلال مبين إلى غير ذلك. ويلحق أو يلحق بهؤلاء من نراهم اليوم في زماننا، هم وغيرهم على الضلال المبين، ولو التفتوا إلى أحوالهم لرأوا كما أن غيرهم أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء، فهم أيضا أصابوا في أشياء وأخطأوا في أشياء، لكن عمي عليهم واستكبروا وأصابهم العجب والرياء فلم يروا لأنفسهم أخطاء، وكما قلنا صرح كبيرهم بأنه لم يجد لنفسه خطأ في المنهج ولم يجد له يعني، وهذا غاية العجب، غاية العجب وغاية الرياء. نبحث في السبب، السبب على رأسه إبليس، على رأسه إبليس، على رأسه الشيطان، على نفسي على رأسي الرياء والعجب. ولذلك عندما نتتبع آيات القرآن الكريم ترى عجبا، فلنأخذ بعض الآيات وننظر إلى القاسم المشترك ما بين هذه الآيات في نفس الموضوع. الآن قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يذكرك بأولئك الذي قتل الصحابي وبعدين يسرع تفاحة أخذها كيف لم يستأذن صاحبها، يعني يقتل الصحابة ويسرع عندهم البرغوت أو البراغيت، هذا ما يقص الزبدة ويعترف البن، يعني قصة يعني والعياذ بالله. الله تعالى قال في سورة الأعراف: قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
ويحسبون أنهم يحسنون صنعا هي هي، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا بالله عليك متى يتوب وكيف يتواضع؟ الآن أنت إذا نظرت في دنيا الناس اليوم ترى المداخل مثلا كمثال يمشون كالطاووس بالعجب والرياء، يظن أنه بملبس معين بهيئة معينة بتردد على المسجد بطريقة معينة خلاص أصبح هو الأعلى هو الأطهر هو الأنقى هو الكذا إلى آخره، ويرى غيره مبتدعة ومخطئين وليسوا على حق. فهذا منين؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. شياطين الجن وشياطين الإنس. ونحن لما عرضنا على الناس كتاب الشيخ البربهاري رحمة الله عليه رأينا كيف وصل به الأمر أن جعل كتابه أو التعامل مع كتابه كالتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة كلمة وحرفا حرفا، وهذا لم يقل به أحد ممن زكى الله سبحانه وتعالى من خلقه. فكما ذكرنا من قبل الله وحده قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب. إذن هذه آية، هذه آية إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الله سبحانه وتعالى قال في سورة فاطر مثلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. تكلم عن الشيطان، وبعد ذلك قال أفمن زين له سوء عمله عبد الحاكم وعبد الناس للحاكم الظالم الذي العلماني الذي لا يقيم للشرع وزنا، وقال عاملوه كما كان الصحابة يعاملون أبا بكر وعمر. وحتى في معاملة الصحابة لم نجد ما هم اللام عليه. كثير من الصحابة لأن مسألة الحسبة كانت قائمة، حتى ولو جمعنا الأحاديث التي تأمر الناس بالطاعة لولي الأمر الذي هو ولي أمر حقيقة، لكن الأحاديث لم تسقط الحسبة وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هكذا تمشي الأمور. لا ننزي أبدا من طاعة ما دام على الإيمان، لكن نقوم بالحسبة. أما أن يخرج عليك الآن بسنة أو بكتاب في ركاب الحاكم يعني يعطونه ما له ويخفون علينا ما عليه وما يجب علينا أن نقوم نحوه، لأن هذا مصيرش، لابد من ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم إلى جانب الحسبة. وبينا ووضحنا أن هؤلاء الذين يعني الآن يقولون نحن على الجادة هم الذين أخفوا وأخفى مشايخهم الحسبة. لا يسير أتم الأمر. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، الدين وحدة متكاملة. ما الذي
يحمل الناس على ذلك هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبعدين يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع. إذن جاءت بعض الشيطان، انظر في الأعراف تبع الشيطان، الآن في فاطر تبع الشيطان. الله تعالى يقول في سورة أخرى، في سورة الزخرف مثلا، يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هل ترك القرآن شيئا؟ هل ترك؟ سبحان الله، والله العظيم أتى بها، أتى بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قال إياكم. والحسن البصري رحمة الله عليه سألوه أيهما أشد عليك، شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ قال شيطان الإنس، لأنه هو سماهم الله شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فإذن لابد أن نعي هذه المسألة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، الآن ضعف بصره في النظر إلى القرآن وإلى السنة، أو غشى عليهما ومنع الناس أن ينظروا إلى الحقيقة المتكاملة كما بينا في قضية ولي الأمر. انتبهوا، ولي الأمر في قضية المنهج السعودي الآن تقوم على رجل واحد لا على رجلين، تقوم على رجل واحدة، ما هو لصالح الحاكم وما هو ضده فيبعد وينسى ويتناسى ويجتث من الصحيح البخاري ومن صحيح مسلم ولو كان في الصحيح كما بينا. فقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي المستقيم يعني ويحسبون أنهم مهتدون. ويحسبون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا في قراءة نافع حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن في الآيات هذه تبين أن المسألة هي منين القلب الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق بسبب الشيطان والنفس والهوى. لكن الركيزة الأولى هي الشيطان، هي الشيطان. فرأينا كيف ربط القرآن بين هؤلاء وبين الشيطان، فهؤلاء يقودهم الشيطان الذين مثلا نتكلم عنهم الآن، الذين يعني بقوا أو يبقون في ركاب الحاكم 40 و50 سنة و60 سنة ولم ينبسوا ببنت شفا. طبعا بينا من قبل أن قضية السر أو المسألة المناصحة السرية هي هروب، المناصحة هناك سرية وهناك جارية، والعلماء يقولون إذا لم يأخذ بالسرية تناصحه بالجهرية. ونحن رأينا الحاكمين ما ارتدعوا وما تركوا ظلمهم ولا بدعتهم ولا يعني ولاءهم للكافرين وبغضهم للمؤمنين، فاحتاج الأمر ضرورة إلى المناصحة الجارية. فهل جاهروا؟ وإلا لكانوا في دويرة خالتهم كما يقولون. ورأينا نحن في الدولة السعودية بالذات اللي حتى دي تغريدة والله كذا يتمنى أن يجمع الله المسلمين في دولة لا يريدونها، أصبح الآن 4 سنين ولا 3 سنوات في السجن. وتكلمنا عن هذا من قبل.
فإذا ما بقي مع الحاكم إلا بنفاقه، ما فسد حاكم إلا بنفاق عالم بنفاقه. ورأيت وأذكر أنه ما هو للحاكم، ما هو للحاكم أتوا به ولو من مسند الفردوس شديد الضعف، وما كان عليه أخفوه ولو كان في البخاري ومسلم. إذن ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء نقول لهم في هذا الشهر المبارك وهذا الموسم العظيم أفيقوا، وأنتم ترفعون، وهذا ما يجب ما ينبغي ويجب أن نرفع شعاره، أن نقول نحن على القرآن وعلى السنة وعلى فهم سلف الأمة. نعم، ما اتفقوا عليه كان مذهبا واحدا السلف، ما اتفقوا عليه كان مذهبا واحدا لا ينسب إلا إلى السلف، وما اختلفوا فيه هو ما تعددت فيه المذاهب التي نراها اليوم. لكن أن نبتعد عن طريق الشيطان، أن نبتعد عن طريق الشيطان. أما أن نسير في طريق الشيطان وفي ركاب الشيطان، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا بعد قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فينبغي ألا نزو، قلنا العجب والرياء والشيطان اجتمعت على، إذا اجتمعت على الإنسان أضلته ورأى نفسه على هدى وهو على ضلال مبين. ولذلك ترى في أدعية الصالحين وفي أدعية الأنبياء وفي أدعية الذين زكى الله سبحانه وتعالى أنهم يسألون الله التوفيق ويتواضعون. علامة الضلال هو الكبر، هو العجب. إذا رأيت الإنسان أصابه العجب في نفسه ومشى كالطاووس على خلق الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذا ممكور به، زين له الشيطان سوء عمله، زين له الشيطان سوء عمله. وهذا ما نشاهده اليوم في دنيا الناس، ولذلك يتكبرون على الناس ويتكبرون عن سماع الموعظة من غير مشايخهم، من غير مشايخهم الذين يقولون فيهم يعني لا نسأل غيرهم ولا نتبع سواهم، لا نسأل غيرهم ولا نتبع سواهم، حطوا لهم هالة من القداسة ومن العصمة ومن السداد ومن الحفظ ومن إلى آخره، كذبا وزورا وبهتانا. وهذا الذي وضعوه عليهم أو وضعوا المشايخ، بعض المشايخ أنفسهم ووضعوا عليه أتباعهم، هو الذي منعهم من أن يرجعوا، منعهم من أن يرجعوا وأن يتعاملوا مع الناس كأنهم أنبياء. بل الأنبياء الله تعالى ينزل الذكر والبيان ويقول افعلوا كذا أو اتركوا كذا. قال سيدنا عمر يعني لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وجاء وأخبر عمر أنه كاد أن يعذب جميعا. انظر، هل رأيت في مسألة أسرى بدر، أسرى بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصحابة، أبو بكر قال هم أهل كذا إلى آخره، سيدنا عمر قال اقطع رقابهم. فنزل القرآن، نزل القرآن الكريم مؤيدا رأي عمر، رأي عمر. هذه دروس في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قادر على أن يجعل الصواب من البداية، لكنه أراد أن يعلم الأمة وأن يتواضع رئيسها ولو كان نبيا، ولو كان نبيا معصوما مرسلا، ليعلمه. ونجد لنا الآن في دنيا الناس من يعني لا يفعل ذلك. ولما أفتى في دماء الليبيين وبعدين
القى المساله يعني مصيبه. ما هل سيقول انا اخطات والله تسرعت؟ شو تسرع انت؟ يتسرع انت وانت يعني ملهم وانت محدث وانت يعني مسدد وانت محفوظ وانت يعني والله يكادون ويكادون لا يقولون بالألسنة وانما الحال لا يكاد يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس باللسان وانما بالحال. ممن هذا؟ ممن هذا العشب؟ هذا الزهو من بشر. ولذلك لا يستطيع عاقل ابدا، لا يستطيع عاقل ابدا يا اخوتنا. وفي الاسبوع الماضي اتصل متصل بالشيخ عبد الباسط وقال اني كنت مدخلي وبعدين ربي فكني من دعوتهم. نعم، لو انك عملت فكرك قليلا ايكون معصوما او شبه معصوم او مسددا او شبه مسدد الى غير ذلك. رجل يعيش عالم يوم في يومنا هذا يعيش تحت الحكم البوليسي وان يكون قائلا للحق، اي يعني سوى هذا؟ لان هذا لا يكون الا بتصورات طاغية. اما ان هذا الذي يحدث مما تجمع الامه على انه خطا، مثلا في مثال السعوديه انه خطا. فاذا كان الشيخ يعلم انه خطا وسكت فهو من 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 قدرته من الشارع بتاعه. لا، اذا كان هذا اللي يحدث من اخطاء جسيمه في الولاء والبراء وفي الربا وفي كل شيء وفي قتال المؤمنين ومناصره الكافرين، سبحان الله، هل هذا يعني المشايخ راضون عنه ام غير راضين؟ إذا كانوا راضين فتلك مصيبة، وإن كانوا غير راضين فإما أن يتكلموا وإما أن يسكتوا. فإن تكلموا لم يكونوا بهذه الحظوة وهذا التعظيم والتبجيل وكذا، وإن لم يتكلموا فسكتوا فقد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. فلا نتصور، لا يتصور عاقل أبدا أن يكون شيخ أو أن يكون الشيخ مسددا وعلى الحق وعلى الجادة وهو تحت نظام بوليسي هو عراب له، ليس بناصح له، ليس بموجه له، وإنما هو يجب عليه أن يكون عرابا. يجب أن يكون اسمح لي شيخنا، يعني هل عند متصلين؟ فإذا أنت بتتم فكرتك تفضل شيخنا أو ناخذ اتصال. تفضل عبد الله من طرابلس. تفضل اخي عبد الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ عبد الباسط. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا عبد الله، حياكم الله يا مشايخنا. الله يحييك يا عبد الله، اهلا وسهلا بك يا شيخ. انا اللي شاركت معك في حلقه اولامس اللي سالتك على موضوع اني بنمشي لسرت. ايوه تفضل. ايوه نعم، تفكرتني ولا فكرت؟ نعم. خلي يجيبك الشيخ مباشره ويسمع فيك الشيخ، هاي يجاوب الشيخ مباشره. خلاص بالله بنقولك يا شيخ، انت قلت لي لا ادري في ذهابك الى سرت، هل هو يعني اللي توانا بنمشي لسرت، هل هو دفع ولا طلب؟ وثاني حاجه انا ما فيش نوع من الاسلحه، اني انت قلت لي كانت بتمشي في نوعين، قلت لي يا اما ولي الامر يا اما في سلاح، يعني ما فيش حد يقدر يضرب عليه، لكن انا ماشي طواعية غادي يعني. ها؟ ماشي طواعية يعني هو. لا لا لا، ماشي انت ماشي طوعية، في سلاح متعين عليك لابد تكون غادي. لا لا خلاص، اذا انت تقدر تمشي وتقدر ما تمشيش، فنسخ مع ابيك واخيك لتحفظوا بيتكم في طرابلس. فكانوا بيقولوك احنا يمشي كل يوم واحد وانت برا بنحمل البيت، امشي لسرت. وكان هذا ابقى معاهم في طرابلس وتناوبوا على حماية بيتكم. إذا كان ولي الأمر قال لك برا غادي أو في سلاح لابد أن تكون موجودا فيه هناك، نقول لك أنت يجب عليك أن تذهب، وأبوك وأخوك هما اللذان يتناوبان على البيت. إجابتي كانت واضحة ليك يا خير. لكن هو تو حاليا أنا يوفقك وربي يعني إن شاء الله. يعني تو أنا بنطلع من طرابلس ماشي لسرت، هل هو طلب ولا دفع حتى هو يعتبر؟ لأن نفس العدو. لا ما في ليبيا كل دفع، دفع الآن كل دفع. خلاص بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله، بارك الله فيك يا ولدي، صحيت.
موفق يا عبد الله، الله يفتح عليك يا ودي. نعم المبروك، تفضل يا حاج مبروك. يا اهلا وسهلا من بن وليد. مرحبا مرحبتين بك يا شيخ الفاضل يا شيخ الباسط، يا الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك حاج مبروك، اهلا وسهلا. مرحبتين بك، الله يحفظ الشيخ محمد بعزيرة، الله يحفظ مشايخنا كلهم ان شاء الله. امين، الله يبارك فيك ويحفظك يا اخي. يا ربي شوف بارك يا شيخ باسط، ان شاء الله مبروك عليك الصيام ان شاء الله. الله يسلمك يبارك فيك، ان شاء الله يعيننا على صيام رمضان. يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله. نحن عندي ثلاثه اسئله يا شيخ باسط. تفضل حاج مبروك، تفضل. السؤال الاول، شنو حكم المعجون في النهار؟ حكم المعجون في النهار ده. السؤال الثاني، شنو حكم تهريب النافته يا شيخ؟ وش بدينا، شنو حكم تهريب النافته؟ تهريب النافته لا حول ولا قوه الا بالله. طيب السؤال الثالث، نعم عندي اختي يا شيخ لقيت حشاك حشال الموظفين القناة، حشال الشيخ محمد الله يحفظه، لقيت في الباب التزكية شيخ من حناش طاحن في التزكية. فهمت علي يا شيخ باطر؟ لقيت حناش وين لقيته؟ ايه قلت لك الحناش لقيته فوق الباب التزكية، طاحن الاثنين في التزكية داخل، التزكية يصلوا بها يتوضوا بها يشربوا منها، يصلوا بها الشراب لا الشراب يشربوا في المي. حاضر شنو المي دي؟ ايوه حاضر. بارك الله فيك يا شيخ باكر، وياك وياك سيدي ما صحيت، بارك الله فيك. ام الجريح يا مرحبا بها، ام الجريح مرحبا. السلام عليكم، دائما تتواصل معنا الحاجة. كل عام طيب يا عم الشيخ عبد الباسط، وكل عام وانت بخير انت وشيخنا محمد بعجيله، وباركنا الله فيكم وشفتكم على الشاشه يا ربي. الله يحفظك يا ام الجريح، ان شاء الله ديما بخير يا ربي وبصلاح البلاد وانتصار اولادنا يا رب. والله يا عندي سؤال يا عم الشيخ، معلش سامحنا. تفضلي. عندي سؤال يا هدى، عندي وحده من الكنات في الليل مضغه لبان، وقالت في النهار تبننت، قالت هدى الرده ولا كيف يا عم الشيخ؟ ومعلش عندي سؤال ثاني يا عم الشيخ. في وحده جارتي بالله غير متحشمه تدري، قالت لي انا باش نقعد على التلفزيون وانت ديما تكلمي في الشيخ وي. قالت لي جاتنا مراه ودخلناها حوشنا على اساس انها مراه صغيره وما عندهاش هي وبنيتها، وقالت قعدت نفكر فيها بنلملها انا وصغاري وبنعطوها يعني شويه فلسات وهيك نصدقهم عليها، قالوا ناس لازينها من حوشهم. وقالت والله نفكروا هيك وباش حتى انت كان بتصدقي معانا يا عمتي نعطيك اعطينا. قلت لها خلاص حتى نكلم الاولاد ونلموا لها. تمام. برا ثاني يوم بس قدها ثاني يوم قالت لها انا والله ما عندي حتى حاجه فقيرة انا وهالبنيه وبالله نقعد قداكم حتى لين ربي يصلح حالي ونعدي لبلادي. قالت لها تفضلي وعطتها دار وسكنتها معاها. ثاني يوم جت بنتها لقت الصناط اللي جايبتهم في الدار حشك كأنه حاجات مسروقات الله أعلم. فدوت لأولادها المرا هدي ولمت لها دبشها وقالت لها ما عادش بيك تقعدي معايا. وين عدت المرا بعد عدوا وسقطوها للشرطة وسلموها، قالت المرا لقيتها دسة حاجات تحت الفراش. حاجات من المسروقات هذين هي ذهب وحاجات. يعني هي المراه هذه فقيرة حتى هي ركضت لي. قالت المراه هذه انا تصرفت في الحاجات هذينا. انا قلت لها اني عزوز ما نعرفش نفسي، لكن قلت لها المفروض عديتي سلمتيهن. قالت لي بالله يا بنتي تصرفت فيهن وصرفتهن. والشيخ بالله تنشدي لي شنو ندير؟ ايوه هاي حاضر تسمع الاجابه هاي. اذا اخي مغري خليني اجاوب الاسئله ثم نعود ان شاء الله تعالى. طيب يا حاجه، طيب ام الجريح بارك الله فيك، انت دائما تتصلي ومتواصله معنا، نسال الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه. شيخنا الاخ عبد الله هون انت جاوبته بارك الله فيك. الاخ المبروك شيخنا يقول حكم المعجون في نهار رمضان، حكم المعجون معجون الاسنان يعني. طيب لكن قبل ان نجيب الساده السائلين بقت عندي تتمه. ذكر بعض اهل العلم جزاهم الله خيرا ونحن لا نمس الحاجه اليه، لان
فائدة الدرس الذي سقناه اليوم هو أن أهل العجب وأهل الرياء وأهل التزكية، إذا كون أنفسهم والتزكية تدفع عفوا إلى الكذب وإلى غير ذلك، فنقول يعني كيف نجتمع، كيف نتحد، كيف نكون يدا على من سوانا. اليوم بعض من يزكون أنفسهم ينظرون إلى بعض الناس على أنهم أنجس من اليهود والنصارى وأقبح من اليهود والنصارى وأقبح من أعداء الدين. وأنا طبعا هذا راجع لقضية ولي الأمر والفساد اللي في قضية عقيدة ولي الأمر، لأن أولياء أمور المسلمين اليوم معروف يعني يداوون جراح أمريكا إذا جرحت، وينكؤون جراح المسلمين في الهند وفي الصين وفي روهينجا وفي فلسطين وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان. جراح المسلمين ينكؤونها ويزيدونها ألما على ألم، وجراح الصليبيين والصهاينة يداوونها برفق ويرسلون إليهم المساعدات. وهذا نقول لعلماء التزكية بالله يشوف روحكم وين. قالوا التفرقة يعني المنهي عنها تكون كالأتي: حتى نتحد ولا يطغى بعضنا على بعض. نهينا عن التفرق في العقائد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا أمر واضح. وحتى في العقيدة أرى فيها أشياء نتعامل معها كما في الصحابة، كما تعاملوا الصحابة. الصحابة تعاملوا مع الأمور في الأغلب، هي العقيدة أغلب ما فيهاش خلاف، فالقطعيات هذه ما فيهاش مشكلة، والآخر عذر بعضهم بعضا. واللي يقول العقيدة ما فيهاش اجتهاد نقول له راجع قرايتك وراجع حتى مشايخك. الأمر الثاني ومهم ذكره العلماء، قد لا يخطر على بعض المشايخ طلبة العلم، قال: مما يجعلنا أمة واحدة هو أن نبتعد معا عن التحاسد. لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني أنت الآن عندما يعني ترى في أحوال الأمة اليوم في المشايخ ولا في غيرها هو التحاسد، هو التباغض، والعياذ بالله. وقالوا هذا يؤيده قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا اثنين. الرقم ثلاثة وهذا مهم، هذا عند أهل التزكية الآن الذين يدفعهم الشيطان غير موجود، فنكأوا به الجراح. ماذا يقول العلماء؟ يقولون هو ترك التخطئة في الفروع، ترك التخطئة في الفروع، ترك التخطئة في الفروع. أما الآن يقول كان إيه رأيب هذا هو الصحيح والباقي كله بدعة وكذا كذا. إذا كانت بدعة فلا كرامة، لكن إذا كانت اجتهادا معتبرا من علماء الأمة فهذا اجتهاد، وهذا اجتهاد، وهذا أمر طبيعي وصحي كما يقول أهل العلم. وقالوا: وليمضي كل أحد على اجتهاده. والله هذه عبارته: وليمضي كل أحد على اجتهاده. وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، ففتحوا به البلاد وكانوا في جهاد الطلب، ولما تركنا هذا كنا في جهاد الدفع وأصابنا ما أصابنا. عسى أن الرسالة قد وصلت، فأسأل الله تعالى أن يهديني ويهديكم ويهدي المسلمين أجمعين إلى طريق الرشاد. نفع الله بكم شيخنا، بارك الله فيكم. عن المعذور شيخنا، ثمان دقائق شيخنا، يريدنا نأتي على إجابة جميع إجابة الأسئلة إن شاء الله. نعم. المعجون هذا يخصه في نهار رمضان، لأن المعجون في ليل رمضان ما فيش مشكلة، لكن في نهار رمضان هذا العلماء قاسه العلماء على عود الأراك، على السواك. العلماء يكرهون
أنا أقصد وخاصة علماءنا يكرهون الرطبة في رمضان، علماء المالكية يرون الإنسان لو يسن له أن يستاك بالسواك في الصباح وفي المساء، لأن بعض العلماء يرى أن مسألة الخلوف كالشافعية مثلا يرونه جائزا، لكنهم يكرهون الرطب ويرونه باليابس، وربما بالغ بعضه حتى مشايخنا وقالوا يعني إذا استعمل الرطب في رمضان ودخل منه شيء فعليه القضاء. يقول بعض المشايخ يقول المعجون إذا دار وما خش منه شيء ما عليه شيء، وإذا كان غلبه إلى حلقه فبعض علمائنا يقول عليه القضاء والكفارة لأنه استعمل الشيء الرطبة، وبعض علمائنا يقول عليه القضاء فقط. فنقول لا تستعمل المعجون في نهار رمضان احتياطا، لا تستعمل المعجون في نهار رمضان احتياطا. نعم طيب شيخنا مبروك يسأل حكم تهريب النافطة. والله هذا سؤال ربي مجاوب عليه بآية قرآنية، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. القطوس يعرف الحلال والحرام، قال تعطيه اللحمة من صينيتك في الغداء والله في افطارك الان ياكل احداث، كان وخنبها يهرب. فلذلك في وخاصه في مثل هذه الاوقات، في مثل هذه الاوقات هذا يعني من كبير الذنوب، من كبير الذنوب، ولن يرجع على صاحبه الا بالوبال والشنار والعار، لان الزمن زمن حرب وزمن فتنه، فلا ينبغي ان أما الأصحاب الحاجات والله طبعا هو المسألة يعني أنت الآن وقت يعني قليل، هي مجموعة رأي من الحاكم ومن الشعب ومن أصحاب المحطة، وكل واحد رأى عنده نصيب في المسألة، لكن ابتعدوا عن الشبهات. نعم طيب شيخنا يعني قال الأخون مبروك يسأل، قال فيه نشطة في الفسكية وهو يشرب منها ويتوضوا منها، هل نجست ام تنجست ام ماذا؟ هو اول حادث هذا او الحاجه لحنش اللي هو الثعبان او الحيه، الميه ما يدي له شيء، لا يموت بالماء هو يعوم، وبحكم التجربه نعرف يخرج يرقى مع الحائط بتاع الفصيه وسيخرج، لكن على افتراض الان ما لها شيء، ما فيها شيء. فإذا مثلا إذا مات فيها وعرفوا أنه مات، عند علمائنا يندب له أن يخرج بعض الماء ويريقه خارجا لمسألة نفسية، مسألة نفسية. أما من حيث الطهارة من عدمها فهو طاهر ما لم يتغير أحد أوصاف الماء، إذا تغيرت طعمه والله ريحه، المهم الثلاثة التي هي تغير بها الماء، إذا تغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة هنا يصبح لا هو طاهر ولا هو مطهر، لا هو طهور ولا هو طاهر كما يقول العلماء. فهذا إما بعد ذلك أن تنزح يحولهم الماء الفصل يبزعها، وإما أن يزيدوا عليها، وإما أن يزيدوا عليها مدى الفسية تنقل في كهرباء جيدة كهرباء أخرى، فإذا سبب على كهرباء ثانية والله إذا تشيش ما والله كذا وأصبحت معش فيها طعمة ولا لونها متغير ولا رائحة متغيرة وأصبحت طاهرة، هذه مسألة. ثم إنني أقول للناس هذا رأيته كم وقع فيه من ثعبان لم تره، وكم وقع فيه من فأر لم تره، وكم وقع فيه من أشياء لم تراها وأنت تشرب ما شاء الله وماشي أمورك، فما لم يتغير فأنت تطهر منه واشرب وقول طيب. هو طهور طيب طاهر ومطهر نعم. ما فيش مشكلة. طيب شيخ السؤالين شيخ مزاد دقيقتين، أم الجريح تقول أن كنتها مضغط اللبان في الليل وفي الصبح لقيت بنتة يعني بنت اللبان. نعم علماء باختصار علماءنا يقولوا ما تأكله بالليل ويطلع لك في النهار ما في شيء، هو اللبان نفسه حتى في النهار إذا كان ما خرج منه شيء ما في شيء، هو والابتعاد وحوط، لكن من بقي في أسنانه شيء من الليل والصبح كلاه، ما علماءنا يقول لأنه أخذ وقت الجواز
ونزل وقت المنع فهذا ما في شيء. حتى الاكل طيب. الذي يدخل يبقى في الاسنان والفم وبعدين تاكله بعد الامساك ما في شيء ان شاء الله تعالى. طيب شيخ سؤال اخير، ام الجريح تسال على امراه ثانيه، طبعا مش ام الجريح، امراه ثانيه اوت امراه ظهرت اظهرت الفقر والحاجه والفاقه، فاوتها في بيتها واعطتها غرفه وكذا وجلست، لكن تبينت يوم الصباح انها امراه يبدو مشبوهه سارقه او شيء، فبلغوا الشرطه وجو اخذوها ويبدو انها ظهرت فعلا عندها سرقه. بعد ما مشت ورفعوها للسجن وكذا، المراه اللي اوتها هذه في البيت اكتشفت تحت الفراش في ذهب وفي امال وفي كذا، اخذتها وتصرفت فيه، فما حكم تصرف هذه المراه في هذا المال؟ في عندنا مثال واحد يقول كتف الكلب وواحد جزة، يعني قريبات من بعضنا ليه يعني؟ مشكلة. هي المرأة هذه الثانية نقولها توبي إلى الله ولا يحق نعم. لك أن تأخذي، وهذا نعم. هذا المال إذا كانت تستطيع أن تتصل بالعزوز لولا خان بلولا وتقولها هذا لفلان وتعرفه فلترجعه يا أهلي، لأن هي تعرف من مخرجها لولا نعم. حتى كنت تعلم قالتها ما يعلمش خنبته وخلاص، علي الان ان ادير اعلان عليه الان في الان حتى اللقطه، حتى اللقطه الان حلت مشتها في قضيه التعريف زمان يعرفوا قدام الجامعه قدام التكين في الاماكن التي وقعت فيه كذا، اما الان بالنت وبكذا تستطيع ان تعلن ان عندك كذا كذا اشياء لا ما تعرفش بها حتى يدعيها بعض الناس، ولكن نعم. وإذا جاء أصحابها أو تعرفت على أصحابها اللي هو مثلي تعيد مثله، واللي ما هوش مثلي فهو مقوم تعطي قيمته، أما هو ليس لها نعم. ليس لها، فإن بعدين عرفت شيء يعني بعدين خلاص لم تستطيع الوصول المال لمن معاش خلاص وطال الوقت وكذا كذا يمكنه أن تصدق به على أصحابها طيب. على اصحابي طيب. بارك الله فيك والله اعلم. نسال الله حفظكم شيخنا، انتهى الوقت، جزاكم الله خيرا، ونسال الله ينفع بكم والاسلام والمسلمين، بارك في علمكم وفي اوقاتكم وصحتكم شيخنا. ختاما اخوتي اخواتي جئنا للقاء الى ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي امان الله. هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.